وهنا دابا بعد ما صباح الصباح صباح ربي فتح تبارك الله على العيالات الحاذقات العبديات المستويات الحرات الغرات. الشنج ها هو كيطيب، الصلاة على النبي والله يعصرها ويكمل بخير على مولاي السلطان. والشفنج هو هذا كيف ما كتشاهدوا. انا سنفتح فيه باش نور هاي باش نوريهم شوف الشفنج كي داير ديال العبديات. لا لا شي كل ما كانش زوين بسم الله كل ما كانش زوين ما نقدرش نصوره، ولكن تبارك الله وسلطان بعليه باش نوقف. وهنا انتم كيف ما كتشوفوا تبارك الله الشفنج هانتوما ناشف ما شارب لا زيت لا حتى شي حاجه وتبارك الله وصلى النبي علينا. وكيف ما كتشاهدوا تبارك الله وصلى النبي واخا عجنوا الشفنج هانتوما ما قناعهمش عينيهم كبيره عاودوا زادوا الشفنج اخر هانتوما تبارك الله وصلى النبي وتبارك الله وصلى النبي والله ما عندي ما نتسالكم والله يعطيكم الصحه. هانتوما الشفنج هو هذا باش عرفوا الشفنج راه طاب ها هو. وها العيالات الثانيين تا هما كيطيبوا في المقله الوجديه والشفنج اللي طاب هو هذا. انتوما الشفنج تبارك الله وصلى النبي هذا شفنج ديال الدار ماشي ديال الزنقه. ومرحبا بكم جميعا. ايوا هنا العبدي بعد ما العيالات سيطيبوا في الشفنج انا سندور في الحريره كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله. دابا مش غادي ندورها رطبت الديك بالليل هانتوما. دابا باش غادي نحركو مزيان يتطلق. علاش انا كنرطب الديك ماشي تلسعتو بمولينيكس مثلا كيف كيديروا الاغلبيه ديال الناس باش ما تجيش ديك الحريره نقولوا حنا مفرشه تجي رطبه. نحرك يعني ما عندي السيبوره بالنسبه للشعريه هاي بالنسبه لمطيشه الحك او المعجون هي هذه. كي قلت لكم الحريره هي هذه ودائما الماء راه كيسخن فوق البوطه فوق الفورنو. صافي دابا بعد ما حركت الدقيق ديالي كيف ما كتشاهدوا ها انتوما بهذا القوام اللي فيه. هنا كندير الشعريه ديال السفه ما درتش الشعريه الغليظه او المتوسطه الشعريه ديال السفه بالضبط هذه اللي درت رقيقه. صافي هي هذيك. دابا ان شاء الله هنايا غير تغلى لي الطنجره وندور وتابعونا. هنا كيف ما كتشاهدوا الحريره انا درت مطيشة الحك ودرت التدويره ديالتي ديال الدقيق هانتوما كيف ما كتشاهدوا. باقي ما درتش الشعريه لان الشعريه رقيقه ديال السفه ما كتهزش الطياب كيف ما كتعرفوا. 60 يطرو ديال 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 الحريره هذه 60 يطرو ديال الحريره والله ينزل فيها البركه والله يغلب البركه على الجريه. والحمد لله والشكر لله على كل حال والله يثبت الغرس والله يجعل كل شيء ببارك مسعود والله يكمل كل شيء بخير وعلى خير. هانتوما معنا ان شاء الله. واحد النصيحه نعطيها لكم من عند خوكم عزيز العبدي دائما ملي ديروا مطيشه الحك وديروا الدقيق ديالكم يعني التدويره اللي كنخلطوا بالماء الدقيق اللي كنخلطوه بالماء بكري كنا كنخلطوها بخميره البلديه. ودابا في هذا الزمان الاغلبيه مابقوش كيقبلوا الخميره البلديه كيقول لك حامضه ما حامضه ولكن راه فيها واحد الفوائد صحيه اللي هي كبيره. المهم ديما الدقيق خاصو يطيب يعني الحريره خاصها تطيب حريره حامضه خاصها تطيب هذاك الدقيق خاصو يطيب باش ما يضركمش الحريره ما تضركمش وما تجيش ديك الحريره كنقولوا حنا مثلا هي راه حريره حامضه ولكن في نفس الوقت باقا حيه ملي ما كاملاش الطياب ديالها. الحريره كتبقى الدور كتبقى تطيب حتى تحيد منها هاد الكشكوشه كيف ما كتشاهدوا. ملي كتحيد منها هاد الكشكوشه الحريره راه طابت مادام باقا في هاد الكشكوشه الحريره باقا ما طابتش يعني الدقيق باقي ما طابش مع التحراك المستمر باش داك يعني الدقيق ما يلصقش لكم في القاع.
كيف ما كتشاهدوا الخمسة ونص هذه ديال الصباح، الله شاهد عليا الخمسة ونص ديال الصباح، الناس كيتجمعوا كري الدراري على حساب الفطور ديال العريس. والعبدي كيحرك ويحرر ومرة مرة مع بعض الحريرة بهذا الشكل، فهمتوما؟ خليها مطلوقه واحد شويه على حساب باش غادي ندير الشعريه ديالتي، لان لا تقل الحريره وانا باقي ما درتش الشعريه، غادي تقال يعني غادي تجي الحريره ثقيله تجي بحال شكل لصيده، فلهذا كنخليها مطلوقه واحد شوي مع التحريك المستمر. وملي كندير ديك الشعريه كتجي هي هذه، الا ما تجمعوا الدراري راكم عارفين الحريره كتشرب. كيف ما شفتو دابا داك الكشكوش راه حيدات هنا، بسم الله غادي نبدا ندير الشعريه ديالتي. العيال راه مازال كيطيبوا في الشمس، تحيه ليهم. تقريبا غادي ندير واحد نص كيلو تقريبا ديال الشعريه، نص كيلو ديال الشعريه في هاد المقدار ديال 60 متر. ومرحبا بكم معنا في قناه خوكم عزيز العبدي طباخ المناسبات. الحريره ديالتنا هانتوما كيف ما كتشاهدوا عاطيه الحريره، وايوا الحمد لله. ها واحد الشهاده جات على غفله، صافي دابا باش غادي نطفي عليها ان شاء الله. ملي يتجمعوا الناس كنسربيوها في الجبابن والبرار السخان والشفنج. ومرحبا بكم في قناه خوكم عزيز العبدي، وقبلوا على موجد، حنا ناس بوبرية على قد الحال. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا بعد ما طاب الحريره طابت هانتوما، صافي الحريره راني طيبتها، رجعت زنت الفاخر كيف ما كتشاهدوا، ودرت الطناجر ديالي ديال الدجاج كيف العاده، رويت بالمطايب وتابعونا ان شاء الله. ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. الفنان وبنت خوتي راه مازال ناعسين، علاش؟ حيت ما نعسوش بكري، خليتهم ناعسين، انا اصلا ما نعستش، والله ما نعس، قسما لله ما نعس. صافي نتمنى ينادوا العيالات بكري باش غيطيبوا يعني سميتو غيطيبوا الشفنج. نط انايا ادورت الحريره وزنت الفاخر، انا زنت دابا جوج فرينات، مازال باقي عندي الدجاج هانتوما كيف ما كتشاهدوا باقي عندي في الطناجر. ها هو دابا ان شاء الله باش ثاني غنزند هاد الفرينه ونبدا غادي بشويه بشويه ان شاء الله غنكمل بكري. ما تجي فين تكون ديك 8 ديال الصباح 8 ونص غيكون عندي الدجاج كامل طيب ان شاء الله، باش حتى كان الحال سخون نرتاح نبقى مني السفره. ايوا هنا صباح الخير والرباح وصباح ربي يفتح مع اخوكم عزيز العبدي والشفنج العبديات الحرات الغرات اللي بيتات معجنو في الليل وصباحاتي طيبو تبارك الله وصنعن بيه اليوم. والحريره اللي دايره مع الخمسة ونص ديال الصباح كيف ما كتشاهدوا ها نتوما، والحلوه ديال الغراف تبارك الله وصنعن بيه حلوه الغراف كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله تجيب المناسبه والعبدي شاركه معاكم. راه بحال عجينه المسمن زايده فيها غبيضه ولا فاني ودقتم شرطي بالموس وديري في الكاسرونه وجبدي، ايوا شويه الفاكهه مع الحلويات
ودائما البراد حاضر بسم الله، وقبلوا علينا وعلى فطورنا ديال العريس كيف ما كتشاهدوا. ومرحبا بالجميع. والدجاج ها هو طاب ودائما تحمرت في الفريناس كيف ما كتشاهدوا. شوفوا الدجاج الاخوات بزاف البنات كيقولوا لي راه ما محمرش ولا هادي، ها انتم راه غير مع التصوير ساعات وملي كيكون عندنا شي خدمه بالليل كيبان الدجاج راه ما محمرش. شوفوا الوجه ديالو كيفاش داير، ها انتم الوجه الثاني هو دابا سنقلبوا فيه، ها دابا قلبناه الوجه الثاني راه تحمر وغنقلبوا على الوجه وغادي نحطوه في الفرينه. ها انتم الفرينه صافي، انا راه صبح طارشني البرد مروح، الدجاج هو طاب، الشيء الاخر راه هو كيطيب. ومرحبا بكم حتى نحطوا ان شاء الله الصفاره بلا ما غنشرك معاكم، راكم عارفين الروت عبده خرج برا نلعب زيز ونشوفوا الدنيا كي دايره ونشوفوا الخزين ونشوفوا الفراجه كيفاش غادي تكون. ومرحبا بالجميع. وهذا هو مولاي السلطان، مولاي السلطان تبارك الله وصلى على النبي عليك، الله يكمل بخير، الله يجعل كل شيء بارك مسعود. وهذاك الطبسي ديال الشفنشفن غادي به زعما. ايوا سيدي بصحة الاحباب، الله ييسر لك، الله يجعل كل شيء بارك مسعود. سير وليدي الله يسهل عليك. ايوا هنا كيف ما كتشاهدوا الدغميره صافي ان شاء الله جمعناها. الفنان هي كتصاوب تبارك الله على الفنان. والله اختي الناس ديما كتسلم عليك وكتسول عليك، انت وبنت خويتي ولطيفه وبنت الحمري، وكيقول لكم تبارك الله عليكم يا العيالات يا المناضلات. الله يطول عليهم الخير. المهم السلام امان. الصفه هي يا عندنا كي قلنا لكم جوج كرتونات ان شاء الله باش غادي نطيبوهم، والطريقه راه عندي كيفاش درت ليها راه في هذا الفيديو نيت اللي لحت لكم قبل من هذا، فاش بنت انا يعني صوت وصوره ان شاء الله راه درت فيه جوج الاجزاء باش لانه طويل ما يمكنش لي غادي يعني فيه تقريبا شي 39 دقيقه ما قديش نديرها لكم كامله، فرقته على جوج الاجزاء باش بنادم يستافد. وتحياتنا لخوتنا المغاربه فين ما كنتوا، الله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر اموركم والله يسهل عليكم وعلى وليداتكم كاملين ان شاء الله. اليوم راه السبت، رحنا كي قلت لكم البارح الجمعه في الليل، ونتمنوا السلامه والتيسير لنا ولجميع المسلمين. الدجاج اللي عندنا كيتحمر ها هويا، الزيتون اخضر كيف ما كتشاهدوا هو تسلق، كنبدلوا ليه غير الماء. هنا بالنسبه الكاوكاو هذا مفسخ، كاوكاو مفسخ كنطلع فيه ديك الغليه باش كنحيد داك النشا ديالو المواد الحافظه اللي فيه، وكنديروا في الزيت البارد وكنحطوه هنا على الفاخر كيف ما كتشاهدوا، وكنخليه وكننساه. بنت خويتي راه كتغسل في الطنجره. وما تبقى من الدجاج ها هويا ان شاء الله نحيدو هذا اللي لتحت ونردو هذا دقه وحده باش يبقى لنا سخون. مع شكون كيعيط ليا. ودابا هنا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله بعد ما سال الفطور ووصل وقت الغداء والناس ديال الدوار جابوا الوجبه الله يخلف عليهم، وتحيه ليهم كبيره وتبارك الله على خالتي فاطمه وعلى با الحسن وعلى قصعتهم وعلى زواقهم والله يخلف عليهم ونردو لهم ساعة الخير ان شاء الله. ومرحبا هنا البريكه كنشعل بها البوطه وعاش الملك والله لا حيت. وهذا عزيز هذا ولد خالي مصطفى تبارك الله عليك وعلى قصعتك وعلى زواقها تبارك الله على ولد خالي مصطفى النويويره ديال هاي النويويره ديال الحنيشات اولاد العوني. مرحبا بكم ها انتم الصلاه على النبي، هذا الشيء تبارك الله وسط النبي كل شيء زين والله ييسر الامور. والفنان راه كتلقم راه ضروري الا ما جابتش القصعه وكلت المسكه منها ولا شي بيضه منها راه ما كاين والو. المهم راه كل شيء مغطي تبارك الله وسط النبي، ايوا كل شيء ما عندنا سوق. المهم لقمتي شدتك الكاميرا حيه، هي هزات المسكه ايوا شنو وكل شيء على الفنان. خلي خويا الفنان خلي الفنان طردق لها مسكه مع راساتها. ومرحبا بكم وتبعونا ان شاء الله حتى نهايه الفيديو. ومرحبا بالجميع. We'll be right back.
جابوه من الحمام كيف ما كتشاهدوا القباله والغياطه والفن كترشفوا من هما. مرحبا بكم وعاشم الشعب المغربي كامل من طنجه للقويره. دابا ان شاء الله غادي نبدا نحطو في الدجاج كيف ما كتشاهدوا. الصوره خرج عند الناس بصحتهم وبراحتهم. 13 طابله 13 طابله ايه هنا 2 4 6 8 10 و 3 هي 13 وهذاك الخاوي ديال سميتو الخاوي باش غادي نحط الصفه. والدجاج هو هذا هانتوما كيف ما كتشاهدوا. حنا ما بقاش عندنا الفاخر باش غادي نحمروا لان بدينا بكري بالليل. اضطرينا اننا نستعملوا الفران نكملوا به ما تبقى لينا كيف ما كتشاهدوا هانتوما. واخا تحمر الفران انا راه ما كيعجبنيش لان الفران راه ماشي كيف كيف. فرق كبير ما بين تحمار ديال طاحنة سميتها تحمار ديال تحت الفرينات والتحمار ديال الفران. شوفوا التحمار ديال الفران اش كيدير، ضروري ما كيلهب لينا الدجاج. شحال قدك تحضي، شحال قدك تبقى واقف على الفران، ضروري غتقضي غواردك. المهم متابعنا ان شاء الله مرحبا بكم. وهذا ياسين خونا وهذا حتى هو ولد عيسى، مرحبا بنا عندكم. هذا راني طيبت ليه في عرسه، هذا حتى هو طيبت ليه في عرسه والله يكمل. وهذا راه عمي الحسن، وهذا راه عمي الحسن، هذا راه عمي الحسن تبارك الله على عمي الحسن يبارك فيك. حتى هو طيب في عرس وليداتو بنياتو كاملين. وشرف كبير عندي انني جيت عندكم ومعرف عليكم وفاميلتكم. الله يحفظك. الله يحفظك. امين. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك يا سيدي. ما كاين غير جيم جيمو داز. جيمو البارطاج. جيمو البارطاج. وانت؟ جيمو البارطاج. كلشي علاش جيمو البارطاج. الله يحفظكم الله يستر لكم. حنا يسرنا دابا ان شاء الله. وهذا هو الشق النهائي ديال الطبق ديالنا كيف ما كتشاهدوا. الدغميره ديالتنا هي مخيطه هانتوما. تبارك الله علينا انا وبنت خويتي والفنان. تبارك الله علينا وسط عندي. هنا كيف ما كتشاهدوا عندنا
السفه ان شاء الله. دابا باش غادي نيسروا بسم الله. ها هي الفايره الكسكاس كيف ما كتشاهدوا الفنان كنفوروا وكنحطوا جوج فورات هاد الصفار عندي في الطريقه. الناس بالنسبه لهم اللي دخلوا وكيسولونا واش الفايره باش كنفوروها بالمطايب ولا بالمبارد، راه المطايب باش الفارس هو اللي كنقلب عليها صافي وكنخليها. المهم راه عندي في الطريقه كيفاش. ها انتم دابا غنكمل وانتم معايا. تبارك الله على سيدي مراد، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا. الشكل النهائي ديال الصفه ديالنا هو هذا، ونتمنى الفيديو تنال اعجابكم ويرضوكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم كاملين. وهنا كنقول لكم الفيديو ديالنا راه انتهى، الناس كلات شربات الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. الخزانه بقى الدراري الصغار سيلعبوا في الكراسه. مراد هذا راه تا هو ولدنا من الاصدقاء ديالنا الله يسهل عليه، اللي فرى بيناتنا ان شاء الله. كي قلت لكم ان شاء الله السلام عليكم ونرتاحوا مع فيديو جديد ان شاء الله في القناه. وقبلوا علينا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا ديال المنطقه. وبنت خوتي راه صافي، بنت خوتي صافي فنان تخصصو. ايوا تبارك الله عليكم. السلام عليكم سي عبد الواحد الله يخلف، سي عبد السلام، سي مراد، موغيت الله يعاونكم الله يخلف عليكم.